الحيارة أرض الصبارة أرض الحضارة جيل كبير وعطش الحيارة يا أرض النيل يا أرض النيل يا أرض النيل يا أرض النيل لا 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 احيل القائمين على امر الكليب ده لانه جميل جدا، غير التوعيه اللي فيه كمان فيه تلاقح ما بين ثقافتنا نحن، ويجب ان نبرز الثقافه دي. انت شارد بس يا حمزه ما تحيي الكنداكات، انا عارف تحيل الكنداكات. ما عارف انت ليه بتشرد من الكنداكات؟ ها؟ بتشرد من الكنداكات ليه؟ تحيل الكنداكات، كيف اشرد من الكنداكات؟ يعني ما فهمت سؤالك يا حسام. ما انت فاهمني برضه. طيب نحن نتفاهم تحت الهواء، لكن لا نخلي المشاهد بعد الفاصل. مشاهدين لسه الفاصل فيه 30 ثانيه. لا نطلع الفاصل ونجي نتونس. لا في 30 ثانيه.
لا انت قاصد شنو؟ انا كيف قلت لك انا قاصد انه حجابني. انا متاكد انه لو شرحت لك ما حجابني. الشروط شنو؟ الشروط ذاته انواع. اشرح لك. احنا تكلمنا كثير حنشيل اشرح لك المشاهد. نطلع فاصل. طيب نسمع كلام حمزه نطلع فاصل. انا متاكد هو ما عاوز يقول كنداكه. في قصه معينه. انا بوعد الناس انه بحكيها لهم. قصه معينه. خلاص بعد الفاصل نعود ونتواصل معكم وفي حماية المستهلك سيكون التواصل إن شاء الله أيضا خلال صباح الشروق لهذا اليوم. خليكم قرب.